أنا اتكلت عليك في كل أحوالي، أنا ماضي في حكمك وعدلي في قضاءك، وحسبي أنت وكيلي وكيلي، بتمنى بس رضاك. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير، لأننا دايما بنكون حريصين أننا نكون مع حضراتكم في كل أمور حياتكم، لأن الأسئلة اللي بتجيلنا كتير جدا. النهاردة هنرد مع فضيلة الشيخ رمضان عبد الرازق على مجموعة من الأسئلة بتاعتكم. خلوني أبدأ معاكم بأول سؤال. بتقول: ماما ربتنا أيتام منذ وفاة بابا، اتوفى وهو بطريقه للشغل، وأمي تعبت وكبرت وشالت الحمل وكبرتنا وربتنا كلنا خريجين جامعات، 3 بنات وولد مهندس مدني، وبعد ما وصلتنا لبر الأمان جاي أخويا بعد كل ده ويهدر حقها وتعبها وشقاها وسهر الليالي، وعايز يخرج أمي وأنا من الشقة ومضاها على تنازل بالتلت اللي ليها بالشقة. قال لها: وإلا هقتلك أحفادك وعيالك وجوز بنتك. وعشان بعد عمر طويل ليها، قال لها: محدش ياخد من اخواتي ولا جوز اختي فلوس، وبينسب الشقه ليه انها بفلوسه، وهو دافع بس من ثمن الشقه 100,000 جنيه من اجمالي 250,000 جنيه. ماما دفعت الباقي من مصروفها الشخصي اللي كان بيبعته لها بيقول عليه فلوسه، ومن ضمن 150,000 ل 500,000 ورثنا من بابا. المهم عايز يخرجنا بره الشقه لإيجار جديد أنا وماما. استغل فرصة وفاة أختي الكبيرة، ما كانش يقدر يعمل فينا كده وهي موجودة الله يرحمها. أمي ما رمتناش وقعدت وتعبت علينا، جاي هو بدل ما يرد الجميل ليها ويكون بار بأمي عايز يطردها في الشارع عشان يتجوز، مع العلم إنه هو مقتدر، حسبي الله ونعم الوكيل فيه وبظلمه فينا، ويقول لأمي كده: هطردك أنت وبنتك وهطرد بنتك بعد وفاتك، ولينا خالة هي اللي مقسياه على أمي وعلي عشان الفلوس اللي بتاخدها منها هي وبناتها، قولولي أعمل إيه؟ سؤال هنطرحه ضمن أسئلة تانية كتير مع فضيلة الشيخ رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة، بجميع المشاهدين والمشاهدات. اهو وجع قلب والله. ضمن اوجاع كتير جدا. يا زعلتيني والله، رساله زعلتني جدا جدا. يعني ابنه بيهدد بنته وبيقول لها هقتلك بنتك وولادها وجوزها، وعايز يرمي امه في الشارع. بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذ الأمياء قال: إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية. وده من أكبر البلاء ومن أكبر الابتلاءات ومن أكبر المصائب، أن يبتلى الإنسان في قلبه. فكلنا لازم نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا، اللهم لك الحمد. إحنا مش أحسن منه، لكن هو ربنا اللي يسر لنا وسترنا وهدى إلينا أنفسنا. ده عدو نفسه، ده إنسان عدو نفسه، ده يعني هو في صورة بشر لكن قلبه ليس من قلوب البشر. لما واحد يهدد أمه اللي ربته وتعبت عليه بعد موت أبيه، ما إن اشتد عوده يقوى عليها ويتعافى عليها بدل ما يكون ظهرها وسندها، عمره ما هيشوف خير، بدل ما يكون الإيد اللي تطبطب عليها، بدل ما يكون الحضن اللي يحتضن أمه ويقبل رأسها ويديها، فتستشعر إن هي زرعت والآن تحصد. لكن هي حاسة دلوقتي إن هي زرعت شوك وجنت شوك. صحيح. آه والله، أنا مش متخيل قلب أمه دلوقتي وابنها اللي ربته وكبرته وعلمته وقعدت عليه بعد موت أبيه بيهددها بإنه يرميها في الشارع، وإنه يقتل عيالها ويقتل أحفادها ويقتل جوز بنتها لو ما عملتش كده. من أنت؟ أنت ابني فعلا؟ هل أنت ابني اللي ربيته فعلا؟ هل أنت ابني
اللي كنت أسهر علشان ينام؟ هل أنت ابني اللي كنت أجوع علشان يشبع؟ هل أنت ابني فعلا اللي كنت أذل نفسي عشان أعزك؟ هل أنت ابني اللي كنت أحرم نفسي من أي شيء من لذة الدنيا عشان خاطر أنت تستمتع بيها؟ هل أنت فعلا ابني؟ أنت مين فعلا؟ مستحيل تكون ابني. لا، ده ممكن يكون بشر لكنه قلب شيطان. عارف أصعب شيخ أصعب حاجة يا شيخ رمضان؟ إنه البني آدم اللي المفروض هو مصدر الأمان يبقى هو عدم الأمان. دي بتبقى أصعب كتير جدا طبعاً من أي حاجة تانية. ولذلك أن أحد الشعراء يقول كده: وظلم ذوي القربى أشد على النفس من وقع الحسام المهندي. حتى زمان كانوا يقولوا كده، لو جه العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب، لكن الأزمة أن يجي العيب من أهل الحق، من أهل الصح، أن تيجي المعصية من أهل الله عز وجل، أن يجي الخوف من أهل الأمان، أن يكسر الظهر من الظهر، أنه يأتي الذل ممن نرجو منه العز. ما أنا تعبت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك، الله على كلمة عندك دي، مش في الشارع، مش في دور المسنين، مش مهانين، ده معززين مكرمين، مش هم، ده حذائهم وترابهم اللي واقفين عليه. لو كان فينا خير، ولو كان لينا عزة، وكان لينا في قلوب، أنا بقولها عن نفسي، لو لي في قلوب الناس محبة ووضع الله لي قبولا فبدعوة أمي وأبي. صحيح. لأن ترابهم أنا مش كنت أقدرهم، أنا كنت أقبل التراب اللي تحت رجليهم، مش أنا بس، أنا وولادي وزوجتي. ده عدو نفسه فعلا اللي ما يعملش كده. طبعا. عارف حضرتك، كأن ربنا مديله نعمة وهو بيزقها بيقوله مش عايزها. ده النعم كلها يا فندم. طيب صحيح، ده النعم ربنا كلها والله. ربنا سبحانه وتعالى ما قرن عبادته بأحد إلا بالأب والأم، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا، وما قرن الإشراك به إلا بعقوق الوالدين. يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. ده كارثة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني عارفين يا جماعة، الأم بتقول لي حاجة مش عجباني، فأنا بس إيه، ما عملتش حاجة، قلت لها بس أوف، إيه ده؟ يا خبر أبيض على الذنب، يا نهار أبيض، يا خبر أبيض على الذنوب اللي الناس شايلينها. مش 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 كلمة أوف بتقول يا خبر أبيض على الذنب. أنا بقول لك بقى يا خبر أبيض على الذنوب اللي الناس شايلينها، لأن ده ما بتتقالش أوف، ده بيتقال أكتر من كده بكتير. ما انا مش متخيل انه ابن يقف قدام امه الست اللي كبر سنها واشتعل راسها شيبا وانحنى ظهرها، بدل ما يتبس ايديها ورجليها وندور ازاي نكافئها بعمره تروح عند سيدنا النبي والطوف حوالين بيت الله الحرام، انها تستمتع باحفادها واولادها، ان انا افرحها، ياما حزنت عشان خاطرنا. يتقال لها كده، يتقال لها اطلعي بره الشقه واكتبيها باسمي غصب عنك والا هقتلك عيالك، يبقى احنا كده بندمر نفسنا. عشان كده بقول لك مصدر الامان. يعني اتصور هي قد ايه قاعده خايفه من دخلته عليها، وهو ابنها اللي هو حته منها. فلما تبقى انت كده وتوصل امك ان هي تبقى خايفه من اللحظه اللي هتدخل عليها، بدل ما تبقى مستنيه اللحظه اللي انت هتجيلها فيها. واحد جاي يشتكي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام، بيقول له: يا رسول الله، أبويا بياخد فلوس كتير مني، بيكلفني كتير. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الرجل، فالرسول هو رايح للأب قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ابنه عنده وبيشتكيك إنك بتاخد فلوسه. فالرجل هو في الطريق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دار حديث في عقله وقلبه،
لما دخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم وجده شيخا عجوزا كبر سنه زي الست الكبيرة دي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن ابنك يشكوك أنك تأخذ من ماله الكثير. فسيدنا الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ده ماله هو، يعني مال الراجل الكبير، وابني بيبخل علي بمالي أنا، يعني بيتحكم في فلوسي أنا. تمام. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أنت ومالك لأبيك. وبيقول للراجل إيه اللي أنت قلته وأنت جاي؟ في حاجة دارت في بالك أخبرني بها. فالرجل قال له يا رسول الله كيف عرفت؟ علم الغيب أوحى الله إليه به، والله كل يوم نزداد بك يقينا يا رسول الله. قال لما علمت قلت، وده حال كل أب وحال كل أم مع أمثال هؤلاء، قال قلت لابني غزوتك مولودا وعلتك يافعا، تهنأ بما أسعى عليك وتنهل، إذا ليلة أصابتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المصاب دونك بالذي أصيب به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مضى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فوافيتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخل. فسيدنا النبي أمسك بالراجل كده وقال له أنت ومالك لأبيك، ده أنت زرعت أبوك، ده أنت سعي أبوك، ده أنت سعي أمك، يا ابن الله يهديك لنفسك، ده أنت ربنا مسلط عليك نفسك، يا اللي بتهين أمك ولا بتهين أبوك انت عدو نفسك، انت مسلط ربنا عليك نفسك، مسلط عليك شياطين الانس والجن، ارجع ارجع انت اللي هتخسر، ارجع انت اللي هتدمر نفسك، انت ارجع انت اللي بتفشل نفسك، ارجع انت اللي بتفقر نفسك. اقسم بالله العظيم لا يوجد عاق على ظهر الارض الا ويعيش في كآبة. صحيح. ويعيش في حزن مهما كان، والله لا يوجد فاشل على ظهر الارض الا وله من عقوق والديه. لا ودين تدين، والله بتحصل، خلاص. والله بتحصل، والله بتحصل، اللي هتعمله النهاردة هيتعمل فيك بعد كده، وانت الخسران او انت الكسبان حسب بقى ما انت عملك بتعمل ايه، علشان خاطر تلاقيه كأنك بتزرع زرع وشوف هي هتطرح لك ايه. طبعا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره دنيا واخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره دنيا واخرة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى بالمقابل بصتك لأمك هتتبصلك من ولادك، إهانتك لأمك هتتهنها من ولادك، والله افعل ما شئت كما تدين تدان. طيب نجاوب سؤال تاني، يقول هل يجب على المسلم القيام بشيء معين كالذبح أو التصدق أو تلاوة حديث أو آية عند شرائه لمنزل جديد أو قبل دخوله البيت لأول مرة؟ أولا هو شراء شيء جديد، ده نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل. رقم واحد أستشعر نعمة ربنا. طبعا. أستشعر أن ربنا رزقني سيارة جديدة، ربنا رزقني أرضا جديدة، ربنا رزقني بيتا جديدا، ده رقم واحد أستشعر نعمة ربنا بده. رقم اثنين أنوي أن أطيع الله به، ربنا رزقك عربية أحسن تملكها، أطع الله بها، ما تتكبرش بيها، ما تتمنظرش بيها، ما تبقاش سبب في معصية الله فيها. شقة جديدة نفس الكلام، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة نماء وسوء الملكة شؤم. حسن الملكة نماء وسوء الملكة شؤم، يعني إيه؟ يعني أنا لما أتملك شيء بالحسنى، ربنا رزقني عربية فاتقيت الله فيها، ربنا يزودها لي ويبارك لي فيها ويحافظ عليها، والعكس بالعكس. يبقى رقم اتنين اي ما اشتري شقة جديدة، بيت جديد، عربية جديدة، رقم واحد استشعر نعمة الله بها، رقم اتنين اطيع الله بها، رقم ثلاثة هل ممكن اذبح
او اطعم، يجوز، بس بشرط ما اذبحش زي ما الناس بتعمل، يجي ذابح قدام ويحط ال 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 كفوف ودم وحاجات كده. لازم يعمل التاتش بتاعه. لا يا عم مش عايزين التاتش بتاعك، الكف كله الاحمر كلام فاضي. طبعا ما انزل الله به من سلطان، ده والعياذ بالله قد يصل الى درجه الاشراك، الشرك الاصغر، لان هو ظن انه الكف الخمسه وخميسه هو اللي هيبعد، هو اللي ايه؟ هو اللي هيبعد العين او الحسد. طيب والذي يبعد يبعد العين والحسد من؟ الله رب العالمين. نفع الضار مين؟ الله رب العالمين. ان يذبح ويوزع اللحم على الفقراء وعلى المساكين، ويهادي بيته واولاده وحبايبه وجيرانه واصدقائه، ويجمع الناس ياكلون، ده نعمه عظيمه جدا جدا، لانه ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، وده احد المعاني. واما بنعمه ربك فحدث، ان انا تظهر علي النعمه طاعه لله وقربا من الله وعطفا على الفقراء والمساكين وجبرا لخاطرهم. اذبح خمسة وخميسة ولطش واعمل على كوتشات العربية على مدخل البيت، هذا لا يجوز شرعا أبدا بأي حال من الأحوال، ده احنا كده دخلنا في معصية. لكن كلما أحدث الله لك نعمة أحدث لها طاعة، دي نقطة مهمة. إيه هو النوم الذي يبطل الوضوء؟ ما هو الوقت المسموح به؟ وهل النوم بالجلوس ينقض الوضوء؟ شوف يا حضرتك، النوم عندنا نوم الأنبياء ونوم الناس العاديين. الجميل بقى والمفاجأة إن نوم الأنبياء له حكم شرعي مختلف عن نومنا. هنقوله إمتى بقى؟ بعد هذا الفاصل. بس كده، يلا فاصل. لا اتكلت عليك في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضراتكم. فضيلة الشيخ، كنا بنسأل سؤال قبل الفاصل، الأوقات المستحب فيها النوم، وإيه الأوقات اللي تنقض الوضوء، ويعني نقض الوضوء. حضرتك قلت إنه الأنبياء ليهم حكم والناس العادية ليهم حكم. مظبوط يا فندم. نوم الأنبياء لا ينقض الوضوء، لأنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، فإذا نام النبي لا ينتقض وضوءه، فممكن ينام ويقوم فيصلي من غير وضوء، لكن إذا أحب أن يتوضأ لا مانع. وأثناء النوم يوحى إليهم، فرؤيا الأنبياء وحي، آدي أول حاجة. تاني حاجة بالنسبة لنا إحنا، النوم العلماء قالوا جملة مهمة جدا، على غير هيئة المتمكن، يعني لو هو قاعد متمكن من جلسته في سيارة مثلا وعينه غفلت كده، هذا لا ينقض الوضوء، لأنه جالس جلسة متمكنة يستحيل أن يخرج معها شيء ينقض الوضوء. تمام. أما إذا نام متكئا فينقض الوضوء بس وخلص الموضوع. يبقى إذا كان قاعد مثلا بيسمع خطبة الجمعة وعينه غفلت شوية كده، لا الوضوء صحيح. قاعد في عربية وعينه غفلت، الوضوء صحيح. أما إذا طال النوم وصار عميقا جدا فهذا ينقض الوضوء، وإذا نام متكئا فهذا ينقض الوضوء. تمام. إيه الأوقات التي يستحب فيها النوم؟ مش فاهم. هي ما هو بتقول ما هو الوقت المسموح به؟ بتقول إيه هو النوم الذي يبطل الوضوء؟ خلاص. وإيه الوقت المسموح به؟ أنا ما أعرفش إيه المسموح به. هو أفضل أوقات النوم، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معا، الأوقات المتعارف عليها. بالضبط يا فندم، اللي هو أنا أنام بالليل وأستيقظ بالنهار، أنام من بعد صلاة العشاء وأستيقظ من قبل صلاة. يمكن تقصد يا فضيلة الشيخ أنه في بعض الناس كانوا بيقولوا غير مستحب أثناء النهار النوم في أوقات معينة، زي مثلا من بعد صلاة العصر لصلاة المغرب مثلا. العرب زمان يا أستاذ، كويس أن حضرتك سألت السؤال ده. العرب زمان كانوا يسموا النوم بأسماء، فيسمون النوم ما بين الظهر إلى العصر القيلولة. أيوه. تمام. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل، يعني ينام نومة القيلولة. وبعض العلماء زمان كانوا يقعدوا يكتبوا زي الفوازير كده، فيقولوا إيه؟ من قال قال الله فقد كفر. قال يعني قال، نطق بلسانه، قال يعني من النوم والقيلولة، ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنوم ما بين الظهر إلى العصر اسمه نوم القيلولة، وده من أحد أسباب الصحة والقوة والتركيز، ويعين على قيام الليل.
وفي بقى نوم تاني اللي هو من العصر الى المغرب كانوا يسمونه نوم العيلولة، يعني اللي هو لو اكثر الانسان منه يبقى سبب في العلة والاكتئاب وغير ذلك، لكن ليس عليه دليل. يعني ليس على الكلام ده دليل، اذا دعت الضرورة لذلك، حد تعبان طول النهار ولم يعد الى بيته الا عند العصر، صلى العصر واكل طعام الغداء، الناس اللي بتشتغل طول الليل شغلها بالضبط. يحتم عليها السهر. نعم بالليل. فكلما دعا الداعي الى النوم بالوسطيه وبالاعتدال وبدون الاكثار وبدون تضييع العمر لا مانع. احنا الممنوع عندنا ايه؟ الممنوع الزياده، الممنوع الفضول. الفضول يعني ما زاد، فضول الكلام ممنوع. يعني اذا هديت الى عيون الكلام استغنى عن حشوه، ده كلام الامام الشافعي، خلاص وصلت المعلومة بنهرف ايه؟ فضول الكلام بلاش منه، فضول النظر بلاش منه. يعني انا كلمت حضرتك ونظرت اليك واحنا بنتكلم خلاص خلصت، لا احب النظر في شيء معين، فضول النظر بلاش منه، فضول النوم بلاش منه، نمت وقمت ما تقوم تشوف شغلك، فضول الطعام، فضول الشراب، دي اسمها السموم. يعني الفضول ده ما زاد، اللي هو كل شيء زيادة عن حده، ده طغيان. يعني ربنا سمى الماء طغيان، إن لما طاغ الماء، وسمى فضول الأكل والشرب طغيان، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا. ففضول النوم ما فيش داعي ليه، نمت وقمت فايق، قم شوف شغلك ومصلحتك. جزاكم الله خيرا جميعا. سؤال بقى عليه اختلافات. نعم. هل يقع الطلاق بالكتابة على الواتساب؟ طيب، هو اولا مسألة الطلاق من المسائل ان شاء الله يشرع لها تشريعا حاسما في زماننا هذا، لانه موضوع الطلاق هل يقع بالواتساب لا يقع، هل يقع بالشفوي ولا لا يقع، بعض العلماء قالوا الطلاق الشفوي لا يقع ولهم اجتهاد في ذلك، هيئة كبار العلماء والازهر الشريف واتشرف بالانتماء اليه قال الطلاق الشفوي اذا فاعله قال وقال ذلك وهو قاصد دون ضغط ودون إكراه ودون غضب فيه إغلاق، يقع الطلاق إذا قصد ذلك ويدعوه إلى توثيقه سريعا ضمانا للحقوق. فكذلك طلاق الواتساب، من قال الطلاق الشفوي لا يقع قال طلاق الواتساب لا يقع، ومن قال الطلاق الشفوي يقع، يقع الطلاق الواتساب أو برسائل الموبايل بشرط التأكد من أن المرسل هو صاحب الموضوع. طبعا، لانه ممكن يكون الموبايل في ايد حد تاني، وحد بيهرج، حد بيتريق، فتقوم بالاتصال به، انت قلت كذا، انت ارسلت كذا، وانت تقصد ذلك، نعم اقصد، يبقى يقع. طيب، اتباع الجنازه للسيدات هل فعلا حرام؟ روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ام عطيه قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنازه ولم يعزم علينا. ده نص الحديث. لم يعزم يعني لم يشدد. طيب، والحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعنا للناس اللي جايين بقى ايه، زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، ان هم ايه بيزوروا القبور كتير جدا جدا جدا، وقال ارجعنا مأزورات غير مأجورات. طيب، النص هنا فيه ايه؟ الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم والحديث في صحيح مسلم قال النهي هنا نهي تنزيه مش نهي تحريم. طيب، هل يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة؟ نعم يجوز بالضوابط الشرعية، اللي هي من غير بقى صريخ ونواح وعياط واعتراض، بعض الكلمات اللي بيبقى فيها اعتراض أيوه صح، ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. أيوه جميل جدا. زيادة الاختلاط، أي حاجة تخالف شرع الله عز وجل زي ما حضرتك تفضلت إيه، لا الاختلاط أي يعني لا اللي هو ما تدخلش ما تتحشرش في وسط، لا طبعا ما ينفعش. طب تتبع الجنازة وهي قاعدة في سيارتها أو وقفت بعيدة، أو يجوز، أو في مسافة بينها وبين الجنازة، بينها وبين الرجال، شرعا يجوز زي ما قلنا كده بالضوابط الشرعية، ألا تلطم خدا، ألا تشق جيبا، ألا تقول هجرا، أن تكون محتشمة، ألا تنشر شعرا، ألا تختلط برجال، لو ما حدش يحس أساسا بوجودك في الجنازة كأنها رجل لكن بعيدة عن الرجال، هذا يجوز شرعا لأنه النص ولم يعزم علينا، فالنهي نهي تنزيه. طب زيارة المقابر نفس الكلام، يجوز دون الإكثار ودون المبالغة ودون أي مخالفة شرعية. تمام. طب في سؤال بمناسبة زيارة المقابر، أيهما أفضل، زيارة الميت أم الدعاء له دون الذهاب إلى المقبرة؟
وايه الفاصل ما بين الاثنين؟ اولا هو الميت هو اكتر حاجة محتاجها، محتاج الدعاء ولا الزيارة؟ محتاج الدعاء. فلو زاره ولم يعده لا متشكرين، انا تمام، لكن ان دعا ولم يزر لا مانع، لانه اساس الزيارة في اصلها عظة وعبرة لنا. طب ليهم هما؟ هقول لسعادتك. طب عظة وعبرة لنا ليه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر، ألا فزوروها فإنها تزهد الدنيا وتذكر الآخرة. يعني لما الواحد بيروح كده المقبرة وهي دي النهاية، مهما كان الإنسان غني ومليونير وملياردير، مش واخد حاجة معاه غير عمله. هذه الخلصانة، مسيرك تقف هنا ومسيرك تقعد هنا ومسيرك تقابل ربنا لوحدك، والنهاردة أنت بتوصل. أيوة. بكرة هيوصلوك بالظبط. ولذلك كده قالوا كده: كل باك فسيبكى، كل ناعم فسينعى، كل مدخور سيفنى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. فالخلصان هو لم يبقى إلا الله وحده، هو هو الحي الذي لا يموت، فالكل هيموت. فهي عظة قوية جدا جدا، أكتر حاجة تخلي الدنيا هينة وتخلينا مقبلين على الآخرة. طب أنا لو رحت زرت أبي في المقابر هل يشعر بي؟ نعم، جعل الله عز وجل نوع اتصال ما بين المكان الذي دفن فيه الميت وما بين روحه في البرزخ، لأن لسه عجب الذنب عمره ما يفنى، فكأنه فيه إرسال. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا داخلين المقابر نقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يعني من عذاب الله. تمام. فبيقولوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتسلم عليهم وقد ماتوا؟ فقال لهم: انتم مش اوعى تفتكروا نفسكم انتم تسمعون اكثر منهم، هم بيسمعوا زيكم بالضبط، لكن الله انطقنا واسكتهم، هم حاسين بينا. فانا لما هروح ازوره هو هيشعر بي. طب هو محتاج مني ايه؟ هل محتاج مني فقط الزيارة؟ لا، محتاج مني ما مع الزيارة من الدعاء، من الصدقات، من جبر خاطر الناس. طب انا لو قللت من الزيارة واكثرت من العمل الصالح، عظيم جدا. هو محتاج العمل الصالح والتحويل اليه افضل بكثير من الزيارة. ازاي اعمل جوزي ويعملني بالحسنى؟ الضغوطات والازمات مأثرة بالسلب على علاقتنا. شوف يا حضرتك، انا بحب دايما كلمة تعلمتها قديما: الوقت ما انت فيه. الوقت ما انت فيه يعني ايه؟ يعني استغرق في اللي انت فيه. برضو يعني ايه؟ يعني انا بقول الله اكبر، انا بعمل ايه؟ بصلي، مش كده؟ صلي وبس، انسى الكون كله. طب خلصت صلاتي واقف في شركتي بشتغل، تشغل وبس. طيب انا في شركتي في مشاكل وفي ضغوطات حياة، وبعدين فتحت باب شقتي وولادي بيجروا علي يسلموا علي، انا في بيتي وبس. ادي كل وقت او كل عمل حقه. الله يرضى عني. ادي حقه ازاي يا فندم؟ التركيز فيه. اركز فيه. طب حضرتك قاعده في بيتك في وسط ولادك وعندك بعض المشاكل في بعض امورك وبعض شغلك، هم ذنبهم ايه؟ حضرتك زعلانه ليه؟ مكشره في وشهم ليه؟ طب ما تستمتعي بالوقت اللي قاعده فيه مع اولادك عشان حتى تخففي عن نفسك شويه، عشان لما تخرجي من بيتك تروح تشوفي شغلك يبقى بقى عندك طاقة. هو نفس الكلام، وده اللي احنا بنقعد نقول عليه: افصلوا الامور عن بعضها. الفصل. الله ينور على سعادتك. تمام. فاه كلنا مضغوطين، وهي كل الدنيا كده. صاحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم في شأنه ما عنانا، وتولوا كلهم بغصة منه، وان سر بعضهم احيانا. فهي كله كان تعبان. ما حد فينا يا جماعة عايش في الدنيا دي على انه في الجنة؟ ابدا. جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جزوة نار. مين اللي مش مضغوط؟ مين اللي ما عندوش مشاكل؟ مين اللي ما ماتلوش ميت؟ مين اللي لم يفقد حبيب؟ مين اللي لم يمرض له قريب؟ مين اللي لم يخفق له عمل؟ مين اللي لم يضع له أمل؟ كله ضع له أمل. صحيح. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ما فيهاش خلصانة زي ما بيقولوا. انت بتتكلم في ايه؟ ما كله مضغوط وكله قلقان وكله متوتر، ولو قعدنا على الضغوط اللي عندنا مش هنعيش. الله يبارك في عمرك. ولقد خلقنا الانسان في كبد. الجميل بقى، خلقنا الانسان في كبد يعني تعب
ومعاناة خاصة نفسيا، لأنه المخلوقات غير الله أكثر تعبا من الإنسان. فالكبد هنا الكبد النفسي والمعاناة النفسية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. افصل بعد إذنك، خففوا عن بعض الضغوطات، خليكوا إيدين تربط على بعضها. صحيح. اربطي على كتفه يطبطب عليك. سكن. الله يبارك في عمرك. من ترجعت للسكن مع الحاجات العاطفية، التقدير والإعجاب والتقبل والثقة. الأربعة دول اسمهم الحاجات العاطفية للرجل والمرأة، التقدير والإعجاب والتقبل والثقة. كل واحد من الطرف الثاني يحس ان الطرف اللي قصاده دول عايزين حلقة. دول الله يبارك فيهم والله العظيم، ده احنا نعمل لهم حلقة ونحضر الرباعية دي محتاجة فعلا حلقة. هنروح لفاصل ونرجع نكمل محاضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكلت عليك في كل احوال. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ، واحنا بنتكلم في أول سؤال وبنقول دين تدين، وبنقول هي حصالة واحنا بنحط فيها أو زرعة واحنا بننميها، ولو بصينا لحياتنا كلها هنلاقيها هي زرعة احنا بننميها لحد ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. الزرعة دي بقى حصادها عامل ازاي، هو ده بقى اللي احنا بنشوفه في الاخرة. والصدقة والاعمال الصالحة واعمال الخير هي من اساس واصول الزرعة اللي احنا بنزرعها. صحيح. والله ينور على سعادتك. ولذلك ربنا في القرآن الكريم ما اتكلم كتير قوي عن الانفاق والصدقات والزكوات، قال كده، قال ان انت كأنك بتقرض ربنا وربنا هيرده لك اضعاف مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. طيب لما هتنفق، وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، وما تنفق من خير فإن الله به عليم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، فكأنها فعلا حصالة أنا بشيلها عند ربنا بلاقيها، ألاقيها في الدنيا بركة وطهارة ونماء وراحة وطمأنينة وعافية. أيوة. وإيه كمان؟ وسكينة. الله يكبر خاطرك. فعلا من أسباب زوال القلق والتوتر الصدقات، لأنها دليل على صدق حبك لله وصدق إيمانك بالله وصدق يقينك بوعد الله إن الصدقة هترجع لك أضعاف مضاعفة، وإن أنت مش هتنال البر. وكلمة البر يا أستاذة لمياء جماع الخير، يعني السعادة والراحة والطمأنينة والسكينة والغنى، وإن ربنا يحصنك ويحصن مالك ويحصن ولادك ويدافع عن عرضك إلا بالصدقات. قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان أحد الصحابة أبو طلحة وأبو الدحدح الاثنين عملوا كده، جم جايين تطبيق عملي للآية. يا رسول الله نزل عليك قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فسيدنا فالواحد كل واحد منهم قال افضل مال عندي كذا. كل واحد منهم عنده حديقة كبيرة جدا في وجه الحرم النبوي، ربنا يكتب لنا يا رب زيارته كل عام يا رب. آمين العالمين. يا رب. ابو الدحداح وابو طلحة قالوا انا عندي اكبر حديقة موجودة 600 نخلة، فاني اعطيتها لله عز وجل، اديتها لربنا، تصدقت بها لله عز وجل. كانوا يتصدقون بصدقات من لا يخشى الفقر، بصدقات من عنده يقين بالله رب العالمين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان ربنا ابدلهم بحدائق مثلها في الجنه وقبلها الله عز وجل منهم. كم من عزق الرداح لابي الدحداح في الجنه، يا ما نخل كتير متدلي الثمار وشجار واشجار متدليه الثمار لابي الدحداح في الجنه لما عمل كده. الملفت للنظر انه بعد ما تصدق راح الجنينه لقي زوجته واولاده قاعدين في الجنينه بياكلون من ثمرها ويتروحون فيها. فابو الدحداح قال له زوجته يلا اطلعي انت وولادك، ده انا تصدقت بها في سبيل الله. الملفت للنظر الزوجه المؤمنه الزوجه التقيه اللي ما قالتلوش انت ازاي تعمل كده، ما امنتش عيالك. مش معناها ان انا ما امنش عيالي، لا امن، لكن شوف الزوجه اللي لما زوجها يمد ايده بخير تمدها. صحيح. دي نقطه مهمه جدا، تساعده على الخيرات وجعلت
تأخذ التمر من حجور أولادها وتقول لهم إيه؟ صدقة 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 لله رب العالمين. وهأمن ولادي واترك لهم ما يغنيهم مع تقوى الله عز وجل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ونروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. النفقة اللي بتنفقها في سبيل الله، اللي بتسعد بها واحد من خلق الله سبحانه وتعالى، تعود عليك بالنفع في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. النهاردة احنا في محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد في مركز أبو صوير، في قرية من قرى أبو صوير. وعندنا زي ما انتم شايفين من خلفي محطة تحلية المياه رقم 10 التابعة لجمعية البر والتقوى. وقلت قبل كده: ليس من رأى كمن سمع. تعالى وشوف بعينيك وشوف أسماء الناس اللي تبرعوا لهذه المحطة. الأسماء مكتوبة على محطة تحلية المياه الموجودة في هذه القرية. ربنا بيدعونا للنفقة: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، لكن الناس بيختلفوا عند الأمر بالنفقة، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شارك في هذه المحطة وغيرها من المحطات لتحلية المياه، ليرويك الله جل وعلا يوم العطش الأكبر، ليرويك الله جل وعلا يوم الظمأ، وتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري أجرهن للعبد وهو في قبره. مش الصدقة الجارية عمل بسيط فقط، ده النبي عد سبعة أشياء: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. محطات التحلية اللي احنا شايفينها وبنزورها ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو حفر بئرا. أسعد الناس من أسعد الناس. فعلا أسعد الناس اللي بيسعد غيره. ده صحيح فعلا، لأنه بيجرب لذة العطاء، لذة انه يسعد غيره، لذة انه يشوف الابتسامة في وجهه، اعظم ما يكون. تخيل حضرتك حد حاسس بنوع من الزعل او الحزن، فجا واخد بعض الهدايا وجا رايح متصدق بيها على اسرة فقيرة، او ارسل صدقة الى الجمعية. تخيل حضرتك مدى السعادة اللي تغمره. لذة العطاء من اعظم ما يكون. الحكيم معلم، استاذ كبير، ماشي مع تلامذته، ثلاثة أربعة كده من تلامذته بين الحدائق، وفيهم ولد شاب غني جدا، أبوه غني أوي، فهم ماشيين وجدوا حذاء لعامل فقير. فالولد الغني ده بيقول للأستاذ: إيه رأيك نخبيه ونشوف العامل لما يجي هيبقى رد فعله إزاي؟ لنضحك. فقال: ولما تضحكوا على آلام الآخرين؟ صحيح. إيه رأيك؟ ما عندوش غيره. بالظبط، ما تحطوا له فلوس في الحذاء في هنا وهنا وشوف رد فعله. ماشي، مو سهله. قام طلع فلوس وحطها في الحذاء الفرد اليمين، طلع فلوس ثانيه وحطها في الحذاء الفرد الشمال، واختبأوا بعيدا ولا يراهم العامل. فلما طلع العامل من عمله جه يلبس، وضع رجله في الحذاء لقى حاجه فقام طلعها وجمد ايده في الفلوس، لقى فلوس، فرح قوي قوي
وبعدين بيلبس الفردة التانية لحاجة قام طلع الفلوس. الله أكبر، قعد يبكي ويبص لربنا ويقول أنا كنت أعلم أنك لن تتركني، أنا كنت أعلم أنك تعلم أن زوجتي مريضة وأنها بحاجة إلى العلاج في البيت وليس معي ما يكفي علاجها، فأرسلت إلي علاجها وطعامها، فلك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا إلهنا. وقعد يبكي، فبكى الأستاذ وبكى التلاميذ. وبعد كده الأستاذ بيقول لتلميذه حسيت بإيه؟ قال له حسيت بفرحة ومتعة عمري ما حسيتها. طبعا قال له إنها متعة العطاء. صحيح، فرحة إنك فرحت غيرك، فرحة إنك قضيت حاجة غيرك، فرحة إنك يسرت أمر غيرك، فرحة إنك جبرت خاطر غيرك. هو ده الدين أصلا. صحيح، كل ديننا قائم على ذلك. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. تخيل حضرتك حد قاعد بيقسم ميراث والده الذي توفي، هو قاعد هو واخواته بس، ولاده وبناته، بيقسمه بما يرضي الله. فالباب خبط، لقي حد فقير غلبان بيخبط، سلام عليكم. وعليكم السلام، حصلت لنا ألف بركة، يا ألف مرحب. وجا واخد مبلغ من المال وقال له اتفضل، ده انت شرفتنا ونورتنا، خد الفلوس دي روح هات اكل لاولادك وهات لبس ليك ولاولادك. تخيلي حضرتك الفقير ده وهو طالع من البيت، الدعوه اللي الواحد هياخدها بقى دي. الله يدعي لهم بايه؟ بجبر الخاطر وتاليف القلوب والبركه في المال والبركه في الصحه. هو ده جبر الخاطر يا جماعه. صحيح، هو ديننا كله قائم على انه اللي بتقضي حاجه حد بتجبر خاطره. هسال حضرتك على يعني قيمه جبر الخواطر، بس خلينا نروح نشوف تقرير خاص بجمعيه البر والطاقه ونرجع لحضرتك مره ثانيه. بسم الله، في الخير متجمعين من رفح لغاية سيدي براني، من أقصى الشرق لأقصى الغرب، ومنذ فترة كنا في أقصى الجنوب في حلايب وشلاتين، مرورا بكل محافظات مصر. وزي ما وعدناكم جمعية البر والتقوى بتقول لكم من خير لخير ومن بر لبر ومن تقوى لتقوى. أهل الخير اللي وثقوا فينا وتحركوا معانا وبيحركونا دايما عشان نسعد أسيادنا الفقراء في كل مكان في مصر، دي رسالتنا، رسالة خير. النهاردة احنا في سيدي براني جايين لأسيادنا الفقراء في سيدي براني بالتنسيق مع القوات المسلحة، الصرح العملاق اللي بيخدم بجد واللي بيحمي البلد بجد واللي بيعمل تنمية بجد، اللي فتحولنا ايديهم عشان نساعد بجد. مع صندوق تحيا مصر جينا هنا عشان نقدم فرصة جميلة ونستطلع الوضع على الطبيعة ونشوف احتياجات أسيادنا الفقراء هنا حددناها، محتاجين مية، محتاجين أبار، محتاجين محطة تحلية مية أو محطات تحلية مية. النهاردة احنا جايين بألفين كرتونة غذائية مقدمة من شركاء صندوق تحيا مصر وعلى رأسهم جمعية البر والطاقة المصرية. النهاردة احنا جايين بأربعة آلاف كيلو لحمة، جايين بأربعة آلاف علبة جبنة زنت العلبة الواحدة نصف كيلو. النهاردة احنا جايين بألفين شكارة بطاطس، كل شكارة فيها عشرة كيلو بطاطس، ولسه الخير هيدوم وهيكمل. وكل شوية هتلاقونا في مكان مش هنقف، مش هنكل، مش هنمل، لأن الخير ملوش حدود وملوش مقتبس من حد ولا هو واقف على حد. سارع معانا عشان نكمل مسيرتنا ونعمل تنمية مستدامة بجد نقابل بها ربنا يوم القيامة، نفرح كلنا ونفرح كتير قوي ان بلدنا مصر رفع راسها ومفيش فقير فيها ذليل او محتاج، بالعكس كلنا بنحط ايدنا في ايد بعض عشان نفرح بعض ونسعد بعض. مع جمعية البر والتقوى المصرية، من خير لخير ومن بر البر ومن تقوى لتقوى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. We'll be right back.
متخيلين شكل الشط الأخير والبيوت موجودة في مكان عامل إزاي؟ يعني تقريبا ما فيهوش أي شيء لو هم احتاجوه حتى يقدروا إن هم يجيبوه. إن الجمعية توصل للمناطق دي للناس دي اللي في مناطق بعيدة جدا، أعتقد إحنا صعب جدا جدا كأشخاص نقدر نوصل لها. ما هو ده الشيء العظيم بقى، إن الجمعية تصل إلى ما لا نستطيع نحن الوصول إليه، إن الجمعية تجمع القليل فيصير كتير، وإن الجمعية تعيد إدارة هذا وتنميه وتستثمره وتصل به إلى مستحقه بعد دراسة ماذا يريد. إن كان يريد قوافل غذائية جاهزين، إن كان يريد محطات تحلية جاهزين، إن كان المكان يحتاج إلى مسجد نعمل، إن كان المكان محتاج إلى مستشفى نقيم مستشفى. هو ده الشيء العظيم في الجمعية، العمل الإداري المنظم المدروس كويس جدا 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 مع المتابعة والوصول إلى ما لا يستطيع أن يصل إليه الفرد وحده. فكرة جبر الخواطر وإننا إنك تجبر بخاطر حد، شوف بقى لما ربنا هو اللي يجبر بخاطرك قد إيه بيبقى حاجة عظيمة جدا وراحة نفسية كبيرة جدا، وتشيل هم كبير جدا ممكن يكون جواك، ابتلاءات ممكن تكون في أسرتك، في عملك، في رزقك، في أولادك، في زوجتك، في أي حاجة. الحياة مليانة مشاكل كتير جدا، وزي ما نقول ما بنقول كده كل بيت مقفول عليه بابه بمشاكله بالحاجات اللي هو فيه. الصدقة من أهم الحاجات اللي بتعالج امور كتير جدا موجوده في حياتنا. نورتين يا فضيله الشيخ، بشكر حضرتك واشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. انا لما قلت يا رب يا رب هدي اتكلت عليك في كل أحوالي، أنا ماضي في حكمك.